السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلى القهوة اللذيذ بطريقة سهلة، صحيح أن أغراضه مكلفة وكثيرة نوعا ما، لكنه جدا يستحق التجربة، يستحق تعملوه بهذه الطريقة. عندي هنا المقادير، اللي ما يحب القشطة ممكن يستبدلها بالزبادي، واحد من الاثنين. أنا بستخدم القشطة، طبعا عندي القشطة، وعندي هنا كوب من السميد، وعندي ربع كوب من حليب البودرة، عندي هنا بسكويت كلاكوز أو أي نوع بسكويت تحبوه، عندي حبتين من البيض، نص كوب من الزيت، ونص كوب من السكر، عندي البسكويت، وعندي هنا القهوة الجاهزة اللي هي 3 في 1، ممكن تستخدموا النص الكافي اللي ما يتوفر هذا عنده. المهم بذكر لكم المقادير هذه كلها إن شاء الله بصندوق الوصف. الحين أحط البيض هنا وأخفقها. الحين أضيف السكر بالتدريج مع التحريك. شوفوا هذا القوام جدا مهم عشان ينجح الحلى. هنا نضيف الزيت، ممكن تستخدموا سمنة. بحط القشطة، بسم الله، كمان نحرك. أضيف نص القهوة، هذا يا جماعة المكون المهم. شفتوا كيف ما شاء الله. الحين بضيف البسكويت، هذا بطحنه واضيفه. الحين عندي هنا البسكويت بعد ما دقيته، بضيفه، بسم الله، بضيف الحليب البودرة، وكذلك بضيف السميد، أحركهم مع بعض، بسم الله، أهم شيء تحافظوا على هذا القوام. شوفوا كيف ما شاء الله. الحين بضيف البيكنج، ملعقة طعام بيكنج بودر، بسم الله، رشة صغيرة من الهيل المطحون علشان يعطينا طعم كذا مسبك. شوفوا ما شاء الله، هذا هو القوام. ممكن تخلوها أخف من كذا شوي، ما في مشكلة، بس هذا جدا طيب كذا. عندي هنا الصينية داهنها بطحين سائل، ممكن تدهنوها بسمنة أو زبدة أو ما تحبوا. بسم الله، أضع الخليط بهذا الشكل. الحين أخبزها على الفرن، كنت ساخن قبل. الحين بسم الله، النار تكون من فوق ومن تحت لمدة 20 دقيقة. نترك النار على درجة حرارة 180، خلاص نوقت له كذا. لتحضير الصوص حق الحلى، عندي هنا علبة قشطة، ظرف جيلي، ملعقة كبيرة من الدريم ويب، 4 حبات جبن مثلث، نص أو ربع حليب مكثف، ملعقتين كبيرة زبادي. الحين خلاص نضربه بالخلاط. خلاص ما شاء الله صار كذا جاهز هذا القوام. والحين هنا خلاص ما شاء الله
اهم شيء انها تستوي، ما هو شرط انه تتحمر زيادة من الاعلى. نخليها تبرد كذا شوي قبل لا نحط الصوص ونحط طبقة البسكوت بالاعلى. لازم تبرد، شوفوا ما شاء الله كيف مستوية من الاطراف. طبعا الصوص هذا نحط له نص الظرف القهوة المتبقي. بسم الله. هنا بعد ما بردت شوي ننزل من الصوص اللي حضرته، حاول أوزعه على كامل الصينية. الحين عندنا هنا حليب، عندنا بسكوت الشاهي والكر. نغمس قطع البسكويت بالحليب مثل ما انتم شايفين كذا، نوزعها تغميسة سريعة بس. وهنا ما شاء الله صار جاهز القليل من الحليب المكثف، شيء بسيط على وجه الحلة. القليل من صوص الشوكولاتة خلاص. الحين على الثلاجة أقل شيء يبرد ساعتين، بعدها بيطلع. يا سلام سلم، شوفوا كيف. بسم الله. الحين نبدأ نقطع الحلة، نقطعه مثل ما هو واضح بالبسكويت. الحين نرفع قطعة من هذه القطع. بسم الله. شوفوا ما شاء الله، حالة جدا طيب. هذا هو الحلا، وهذا قطع الحلا، قدمه بهذا الشكل. تحياتي لكم أينما تكونوا، كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.